السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناء وبناتي تلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي جريد 1A وجريد 1B، وحشتوني كتير. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان أعادها الله علينا باليمن والبركات، والنهاردة هناخد مادة أحب لغتي، درس شيق وجميل اسمه السكون. هنتعرف في درس النهاردة عن شكل السكون وصوته والمقاطع الصوتية وكلمات بها حرف وكلمات بها السكون. إعداد وتقديم الأستاذة إيمان علي. أول حاجة لازم نعرفها شكل السكون عامل إزاي. شكل السكون مثل الدائرة الصغيرة، مثل الدائرة الصغيرة كده، مثل ما نشاهد دائرة صغيرة كده أو خمسة صغيرة أو كحكة، ده باللغة العربية. أما الشكل الآخر ده الرسم في القرآن، وهو شكل مثل حرف الحاء بس صغير. يبقى شكل السكون عبارة عن دائرة صغيرة، عبارة عن دائرة صغيرة مثل ما نشاهد الآن أمامنا في هذه الصورة، أو كحكة صغيرة أو خمسة، ده في اللغة العربية. والرسم الآخر في القرآن مثل حرف الحاء. تعالوا معا نقص عليكم قصة السكون. يبقى قصة السكون، يحكى أن هناك أسرة تدعى بعائلة الحركات. يبقى عندنا الحركات عائلة مكونة من الأب والأم، ولها 4 أبناء، 3 بنات وهن الفتحة والضم والكسرة، ولها ابن واحد واسمه السكون. يبقى عائلة الحركات تتكون من الأب والأم، والحركات دول عبارة عن 3 بنات الفتحة والضم والكسرة، وولد واحد اسمه السكون. طبعا احنا عارفين ان الفتحة بتكون على اول الحرف، يبقى على الحرف من فوق. يبقى الفتحة بتكون على الحرف من فوق، بتبقى فوق الحرف. وافتح شفتي عند، بفتح بقي فتحة صغيرة، اقول ايه، اقول ايه ايه. وبعد كده الضمة، بضم شفايفي عند النطق، بقول او، بقول ايه او، حركة قصيرة. يبقى الفتحة فوق الحرف حركة قصيرة ايه، الضمة حركة قصيرة او، الكسرة أحب أن أبتسم دائما عند نطق الحروف، يبقى أكني وأنا مبتسم أو بضحك. وسر ابتسامتي لأنني الأقوى والأوضح صوتا بين أشقائي. ده مين اللي بتقول؟ ده الكسرة. يبقى الكسرة تأتي تحت الحرف وصوتها قوي وواضح. أقول إي، أقول إيه إي. يبقى الكسرة تنطق اي، تنطق اي، كسرة قصيرة. اما السكون، انا السكون الابن المدلل واخر العنقود في الاسرة. يبقى السكون الولد المدلل. يعني ايه المدلل؟ يعني اللي كل طلباته مجابة، واخر العنقود يعني الصغير خالص في العيلة. اتميز بهدوئي وخجلي، يعني ايه برضو؟ يعني هو خجول عند نطق الحروف، فصوتي جدا قصير. يبقى صوته قصير جدا. ولا افتح شفتي كثيرا، ولا افتح شفتي كثيرا عند النطق. يبقى السكون ولد خجول، صوته قصير جدا، ولا يفتح شفتيه عند النطق كثيرا. مختلف عن اخوته اللي هي الحركات الاخرى، الفتحة والضمة والكسرة. يبقى نستنتج من كده ايه بقى؟ ان السكون طفل صغير لا يتحرك، طفل صغير لا يتحرك، ويثبت مكانه، يعني بيقف مكانه، وهو ضعيف للغاية. يبقى السكون طفل صغير، واحنا عارفين ان الطفل الصغير ده لازم حد يساعده على الحركة، ولازم حد يشجعه على الكلام والنطق، فصوته ما يبقاش قصير، ولذلك لا ينطق منفردا. يبقى السكون لا تنطق منفردا، ولكن تأتي الحركة معها. ايه هي الحركة دي؟ اخواته بيساعدوه.
مش احنا قلنا ان اخوات السكون الفتحة والضمة والكسرة دول دايما بيساعدوه بيساعدوه على النطق. والحركة هي الحرف المتحرك الذي يكون مفتوحا او مكسورا او مضموما. يبقى اخوات السكون الفتحة والضمة والكسرة بيساعدوه ان هو ايه يتنطق، بيساعدوه ان هو ايه يتنطق ويبقى صوته عالي، ويبقى صوته ايه عالي، علشان لا يجوز نطق السكون منفردا، لا يجوز نطق السكون منفردا، بمعنى اخر لا يأتي منفردا، لا يأتي منفردا، يأتي مع القبل مع الحرف الذي قبله، يأتي مع الحرف الذي قبله في النطق. هيا بنا نقرأ بعض المقاطع الصوتية التي تحتوي على السكون. أن، هب، قط، بس، أخ، صه، صل، سر، إز، عز، عف، هم، زك، شد، رج، بح، فز، كل، عش، ضع، صع، كي، لو. يبقى نلاحظ هنا في المقاطع الصوتية وهما يتكونان من حرفين اثنين فقط، السكون والحرف الذي قبلها إذا كان مضموما أو مكسورا أو مفتوحا ينطق معا، يبقى الحرفان ينطقان معا، السكون لا تنطق منفردة ولا الفتحة تنطق ايه لوحدها أو منفردة. ليه؟ علشان هي بتكون مع السكون مقطع، بتكون مع السكون ايه مقطع. اما لو الحركة الفتحة او الضمة او الكسرة منفردة ولا يأتي بعدها سكون فتنطق منفردة، فتنطق منفردة. ونقرأ بعض الكلمات التي تحتوي على مقطع السكون. كلمات مثل حب، لون، حب، لو، حب، لو. نلاحظ هنا ان الحاء عليها فتحة والحرف الذي يليها الباء وفوقها سكون، فوقفنا على السكون او على حرف الباء. حب، لو، حب، لو. بر، كو، بر، كو. وكما تعودنا سابقا ان حركة السكون بنقفل قبضة اليد، بنقفل قبضة اليد، يعني بنقفل ايدينا، بنقفل ايه ايدينا واحنا بننطقها، بنقفل ايدينا كلها واحنا بننطقها. تل عبو، تل عبو. ام واجو، ام واجو. تزق زيكو، تزق زيكو. قو مو، قو مو. أش، أش. جارو، أش جارو. مخ بزو، مخ بزو. يبقى نلاحظ هنا أن الكلمات التي تحتوي على مقاطع السكون بنقف على الحرف الساكن وينطق الحرف الذي قبله، يبقى السكون لا تنطق منفردة وإنما تنطق مع الحرف الذي قبله، وإنما تنطق مع الحرف الذي إيه قبلها. تمنياتي بالنجاح والتوفيق. كان معكم الأستاذة إيمان علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.